Hi, my students. How are you? I hope you are doing well. بعد ما انهينا شرح موضوع lesson 1 من unit 1 اليوم ان شاء الله راح نكمل lesson 2. lesson 2 يتضمن اول موضوع قواعدي موجود ب unit 1. عنوان lesson 2 I was ice skating and I fell over. اذا لاحظ هذه الجملة متكونه لنا من جزئين. الجزء الأول I was ice skating أحد أفعال البي اللي هو الواز بالإضافة إلى فعل مضاف لING. الفعل الثاني أو الجزء الثاني من الجملة أو الجملة الثانية I fell over يعني صار عندنا حدثين. الحدث الأول هو I was ice skating كنت أتزلج. الحدث الثاني fell over اللي معناه وقعت. فإذا هذه الجملتين ربطناهم بأداة الربط وين؟ أداة الربط and. فإذا موضوعنا القواعدي لهذا اليوم إن شاء الله راح يكون conjunction words. conjunction words اللي هي أدوات الربط. conjunction words كلمات أو أدوات الربط. كلمات الربط بهذا اللسن عندنا مجموعتين. المجموعة الأولى تتضمن لنا أداة الربط and وأداة الربط when. المجموعة الثانية تتضمن لنا أداة الربط while وأداة الربط as. كل واحدة من هذه المجموعات تعتمد على مواضيع أساسية مرت علينا من السنوات السابقة من الأول متوسط والثاني متوسط وهكذا. لكن اليوم قبل لا نبدي شرح هذا الموضوع راح نسوي مراجعة سريعة للمواد أو المواضيع اللي راح نحتاجها بهذا اللسن. Listen to me please. فإذا أول موضوع راح نحتاجه أو أول زمن هو زمن present simple tense. زمن present simple tense من مراحل متقدمة من الأول متوسط والثاني متوسط مر علينا هذا الموضوع فراح نسوي له مراجعة سريعة لأن نحتاجه بشرح أدوات الربط. present simple tense اللي نقصد به زمن الماضي البسيط. هذا الزمن أول شغلة لازم نعرفها هي اليوسج. يوسج يعني استخدام هذا الزمن. لأن مثل ما تعرفون عندنا عدة أزمنة في منهج اللغة الإنجليزية. أول وأهم واحد من عندها هو الباست سمبل. استخدامنا للباست سمبل راح يكون للتعبير عن الأحداث اللي صارت وانتهت بالماضي. إذا باست سمبل يعني finished action. شو نقصد بالfinished action؟ أحداث منتهية. البارحة قبل ساعة أو البارحة قبل سنة. المهم هي حالياً ما إلها أي وجود. finished action. إذا أول استخدام أول شغلة لازم نعرفها عن الزمن present simple هو نستخدمه للتعبير عن الfinished actions. شو نقصد بالfinished actions؟ أحداث منتهية صارت وانتهت. ثاني شغلة لازم نعرفها عن هذا الموضوع وهي الadverbs. شو نقصد بالadverbs؟ نقصد بيها الظروف. الظروف أو الدلائل اللي تبين لنا هذا الزمن. كل موضوع مثل ما تعرفون به دلائل. كل زمن له دلائل خاصة به. فالدلائل اللي تخص الـ present simple هي عندنا كلمة ago، كلمة last، كلمة in the past، كلمة yesterday، أو ينطينا سنة ماضية مثلا 2020 2021 سنة ماضية منتهية لا يعني ما لها وجود حاليا. أو كلمة previous. هذه كلمة previous
اللي معناها السابق، ندير بالنا عليها، ايضا تعتبر من الدلائل الزمنيه اللي تدلنا على الباست سمبل. زين، عرفنا هسه الاستخدام فينيش اكشن، عرفنا الادفيربز، هذه الكلمات بنلقيها بالجمله معناها زمن الجمله هو باست سمبل. نجي الى الخطوه الثالثه وهي الستراكشر اوف ذا سنتنس. ستراكشر اوف ذا سنتنس يعني تركيب الجمل. اولا اذا كنا نريد نكون جمله بحاله الافيرماتيف، ايش نقصد بالافيرماتيف؟ نقصد به الجمل المثبته. شلون نعرف انه احنا لازم نسوي جمله مثبته؟ من يكون المعطى عندنا فقط فعل، ينطينا بين قوسين فقط فعل، معناها المطلوب انه لازم نسوي جمله بحاله الافيرماتيف، جمله مثبته. اذا ترتيب الجمله المثبته راح يكون عندنا بالبدايه السبجكت اللي هو الفاعل، بعد الفاعل راح نستخدم past verb. ايش نقصد بالpast verb؟ فعل ماضي plus complement اللي هي تكملة الجملة. هذه قاعدتنا في ترتيب الجملة المثبتة. زين، نجي لهذا الpast verb، عندنا two kinds of past verb. الفعل الماضي بنوعين، اما يكون regular بإضافة الإيدي أو يكون الريجولر، وهذه مجموعة أفعال شاذة لازم نحفظها. فإذا نجي إلى النوع الأول من الأفعال يكون نسميه ريجولر. إيش نقصد بالريجولر؟ فعل قياسي. هسه طالب يسأل ست يعني شلون قياسي؟ يعني إضافة دي أو إي دي أو أي إي دي حسب شنو؟ حسب نهاية الفعل. هسه نراجع الملاحظات إضافة الإيدي. أما النوع الثاني من الأفعال راح تكون عندنا irregular. إيش نقصد بالirregular؟ يعني غير قياسي، غير قياسي أو شاذ عن القاعدة، وهذه مجموعة أفعال للحفظ لازم نحفظها لأن ما عدنا بيها في القاعدة ثابتة، يعني قاعدة ثابتة للإرريجولار فيربز، أفعال شاذة غير قياسية يجب حفظها. زين، هسه هذا الترتيب يخص الجملة الأفيرماتيف، خلينا بالبداية السبجكت اللي رمزه اس اللي هو الفاعل، ثم الباست فيرب الفعل الماضي وعرفنا كم نوع عندنا من الفعل الماضي، الكومبلمنت اللي هي التكملة، ممكن تكون أوبجكت، ممكن تكون أحد هذه الأدفيرب، فإحنا شغلنا هنا فقط، شغلنا فقط على الفيرب. تركيزنا على الفعل. مثلا ناخذ اكزامبل على هذا الترتيب. اكزامبل مثلا she went to the mall yesterday. هذه الجملة بحالة الماضي متكونة لنا من she هي السبجكت اللي هو الفاعل، went هو الباست فيرب اللي هو الفعل الماضي، to the mall هذه كلها الكومبلمنت، وهذا عندنا yesterday هو الادفيرب اللي دلنا على الماضي البسيط. انتهينا من الجملة المثبتة. نجي إلى النوع الثاني من الجمل. إذا كنا نريد نكون جملة بحالة النيجاتيف، ايش نقصد بالجملة النيجاتيف؟ نقصد بها حالة الجملة المنفية. ترتيب الجملة المنفية ايش راح يكون؟ ترتيبنا للجملة المنفية راح يبقى بالبداية السبجكت اللي هو الفاعل، هالمرة أداة النفي بالماضي البسيط هي didn't، نخلي ببالنا أداة النفي بالماضي البسيط هي did not، اختصارها didn't. إذا subject plus didn't أو did not plus base verb أو نسمي infinitive verb يعني فعل مجرد، وأكيد من نهاية راح تكون عندنا complement تكملة الجملة. لكن
ترتيب جملتنا النيجاتيف المنفية هو بهذا الشكل: subject, didn't, فعل مجرد. النوع الثالث من الجمل راح يكون عندنا صيغة الكويشن. الكويشن اللي هو صيغة الاستفهام أو نسميها الانتروجاتيف. كويشن سؤال، انتروجاتيف جملة استفهامية. إذن ترتيب جملة الاستفهام راح تكون موقع الدد بالبداية، ثم بعدها السبجكت اللي هو الفاعل، ثم بيس فيرب اللي هو فعل مجرد، وبالأخير أيضا عندنا تكملة وما ننسى الكويشن مارك. هذه مراجعة سريعة للزمن الأول اللي راح نحتاجه اللي هو الباست سمبل. باختصار راح نرجع نعيده باختصار: past simple ماضي بسيط، الدلائل مالته yesterday, ago, last, previous, in the past. الجملة المثبتة فاعل وفعل ماضي، فعل الماضي أما إضافة ed أو يكون فعل شاذ. النوع الثاني من الجمل النيجاتيف. شلون أعرف مطلوب مني جملة نيجاتيف؟ من يكون عندنا المعطى بين قوسين not وفعل، معناها لازم نسوي جملة بحالة النيجاتيف. فترتيب جملتنا راح يكون subject, didn't, base verb فعل مجرد plus complement. أما النوع الثالث اللي هو حالة الكويشن، ترتيب الجملة راح يكون did الفعل المساعد بالبداية، ثم subject الفاعل، ثم base verb فعل مجرد وتكملة الجملة. لكن احنا وين شغلنا؟ شغلنا دائما ويا الفعل الرئيسي فقط. هذه المراجعة السريعة اللي تخص الـ past simple. نجي إلى الزمن الثاني اللي راح نحتاجه بهذا الموضوع. الزمن الثاني هو راح يكون عندنا past continuous. ايش نقصد بالـ past continuous؟ نقصد به الماضي المستمر. الماضي المستمر شوي أسهل من الماضي البسيط. ليش أسهل؟ أولاً ما في دلائل زمنية، الدلائل الزمنية مالته فقط أدوات الربط اللي راح نشرحها حالياً. ثانياً ما عندنا فترة معينة نقيدها به، يعني الباست كونتينيوس حدث صار بالماضي ممكن يكون مستمر لحد الآن، أو ممكن يكون استمر لفترة محددة من الماضي. بكل الأحوال هو حالياً منتهي. لكن فرقه عن الماضي البسيط راح يكون هو سابقة، يعني الماضي المستمر حدث قبل الماضي البسيط. يعني أبسط مثال، نقدر نعتبر البارحة الليلة الماضية هذه تعتبر ماضي بسيط، اللي قبلها أول البارحة يعني ماضي مستمر. فهذه الحدثين اللي راح نحتاجه بموضوعنا اليوم. فالباست كونتينيوس من نريد نكون جملة بحالة الأفيرماتيف. الزمن الثاني اللي راح نحتاجه بهذا الموضوع مثل ما نوهنا قبل شوي هو الباست كونتينيوس. الباست كونتينيوس لازم نعرفه بالتفاصيل. اولا اذا كان نوع الجملة أفيرماتيف اللي هي حالة المثبت، زين شلون نعرف انه احنا المطلوب من عندنا نسوي جملة بحالة المثبت؟ يكون المعطى بين قوسين فقط verb، فعل ينطينا يا بين قوسين، معناها المطلوب لازم نسوي جملة مثبتة. هنا راح تكون قاعدتنا بالجملة المثبتة حسب نوع السبجكت، حسب نوع الفاعل. يعني اذا كان الفاعل عندنا هي او شي، اتس، I أو اسم مفرد، ويا هذه المجموعة راح نستخدم الفعل المساعد was plus their ing. يعني الفعل هذا اللي ناطينا يا بين قوسين راح نسبقه بواز مع هذه أنواع الفاعل، ثم إضافة ing للفعل المعطى. زين، أما إذا كان عندنا النوع الثاني أو المجموعة الثانية من أنواع السبجكت،
يعني إذا كان السبجكت عندنا they, we, you أو اسم جمع، ويا هذه المجموعة راح نستخدم الفعل المساعد where ثم there with ing. هذا صار ترتيبنا للجملة المثبتة. المعطى بالجملة المثبتة يكون فعل فقط. he, she, it اسم مفرد، نستخدم بعدها was plus verb with ing. they, we, you اسم جمع، نستخدم where و verb with ing. الآي شنو وضعها؟ الآي راح تنضم إلى مجموعة المفرد، يعني راح نستخدم بعدها was. نجي إلى النوع الثاني من الجمل. إذا كان المطلوب من عندنا نكون جملة بحالة النيجاتيف، مثل ما ذكرنا انه حالة النيجاتيف هي حالة النفي. شلون اعرف انه المطلوب من عندي جملة نيجاتيف جملة منفية؟ يكون المعطى بين قوسين عندنا نوت والفعل. فاذا هذه الحالة راح تكون اسهل من الزمن اللي ذكرناه قبل شوي الباست سمبل. هنا جوابنا راح يكون السبجكت اللي ناطينا اياه اللي هو الفاعل، إذا كان من مجموعة المفرد راح نستخدم بعده wasn't plus verb with ing. أما إذا كان من مجموعة الجمع المجموعة الثانية، إذا راح نستخدم بعده were not weren't plus verb with ing. هذا راح يكون ترتيبنا للجملة النيجاتيف. وقلنا شلون نعرف نيجاتيف؟ ناطينا بين قوسين نوت وفعل. اما النوع الثالث من الجمل بهذا الموضوع اللي تكون حاله الانتروجاتيف. الانتروجاتيف اللي هي حاله الاستفهام اللي نقصد بيها انه نكون كويستشن، حاله تكوين السؤال. فترتيب الجمله هنا راح يكون كالتالي، راح نخلي الفعل المساعد was or were at the beginning of the sentence بداية الجملة، ثم بعدها راح يكون عندنا subject اللي هو الفاعل، وقلنا ال was نستخدمها ويا مجموعة المفرد من يكون عندنا subject مفرد. أما ال where نستخدمها ويا مجموعة الجمع، يعني subject من يكون عندنا بحالة الجمع. ثم بعد subject راح يكون عندنا verb اللي نضيف له ing، وما ننسى question mark. هذه مراجعتنا للأزمنة اللي راح نحتاجها بموضوع conjunction words اللي هو أدوات الربط. ننتقل الآن إلى ملاحظات حول إضافة الإيدي وإضافة ing. ملاحظاتنا حول إضافة قواعد الإيدي. أولاً إذا كان عندنا الفعل القياسي منتهي بحرف اي، اذا اضافتنا راح تكون دي فقط. مثل عندنا الفعل invite اللي معناه يدعو، هذا الفعل منتهي بحرف دي، اذا بالماضي ضفنا له دي فقط. اما اذا كان الفعل ينتهي بحرف صحيح واحد، ننتبه فعل رئيسي منتهي بحرف صحيح واحد مسبوق بحرف علة أيضا واحد، النتيجة ايش راح تكون؟ نكرر. يعني شو نسوي نكرر؟ يعني الحرف الأخير راح نكرره مرتين، نكرر الحرف الأخير ونضيف الإيدي. مثل عندنا الفعل stop منتهي بواحد صحيح قبل حرف واحد علة، إذا النتيجة كررنا حرف البي وضفنا الإيدي. الملاحظة الثالثة، إذا كان الفعل منتهي بحرف Y نطبق قاعدة الواي. شنو هي قاعدة الواي؟ عندنا قاعدتين للفعل المنتهي بحرف Y. القاعدة الأولى إنه إذا كان قبل حرف صحيح، والقاعدة الثانية إذا كان قبل حرف علة. نعرف شنو هي حروف العلة؟ حروف العلة الـ O الـ A الـ E الـ U والـ I، خمس حروف علة. باقي حروف اللغة الإنجليزية كلها تعتبر حروف صحيحة، ما عدا ذني الخمسة تعتبر حروف علة. إذن أولاً
هذا الواي يقلب إلى آي ونضيف إيدي شوكت إذا كان قبل حرف الواي حرف صحيح. يعني واي قبل حرف صحيح نقلب الواي إلى آي ونضيف آي إيدي. مثلا عندنا الفعل study منتهي بواي قبل حرف الدي حرف صحيح. إذن اللي صار حذفنا الواي أو قلبنا الواي إلى آي وضفنا الإيدي. أما إذا كان حرف الواي قبل حرف علة، حرف الواي إذا كان مسبوق بحرف علة إذن راح نضيف الإيدي مباشرة بدون أي تغيير. فعدنا هنا الفعل play منتهي بواي صحيح لكن قبل حرف الأي اللي هو من حروف العلة، إذن اللي صار ضفنا إيدي مباشرة. ما عدا هذه الملاحظات الثلاثة راح تكون إضافة الإيدي مباشرة بدون أي تغيير. صار عندنا الفعل اللي منتهي بإي نضيف له دي فقط، الفعل المنتهي بواحد صحيح قبل واحد علة نكرر الحرف الأخير ونضيف إيدي، الفعل اللي ينتهي بواي قبل حرف صحيح نقلب الواي إلى آي ونضيف الإيدي، أما إذا كان واي قبل حرف علة نضيف إيدي مباشرة. خلصنا من ملاحظات إضافة الإيدي. الآن ننتقل إلى ملاحظات إضافة الآي إن جي اللي راح نحتاجها، وهي زمن الباست كونتينيوس الماضي المستمر، كذلك ممكن إنه تجينا بسؤال السبيلينج اللي هو سؤال الإملاء سؤال الثالث سي. عندنا الملاحظة الأولى، الفعل اللي ينتهي بحرف إي بشرط إنه يكون حرف الإي غير ملفوظ، فبهذه الحالة راح نحذف حرف الإي ونضيف آي إن جي. مثلا عندنا الفعل write يكتب منتهي بحرف اي لكن هذه الاي غير ملفوظة، فمن اريد اضيف الاي ان جي عند اضافة الاي ان جي تحذف هذه الاي ونضيف الاي ان جي، اذا النتيجة راح تكون writing بدون حرف الاي. كذلك الفعل make منتهي بحرف اي عند اضافة الاي ان جي ايش راح يكون هنا هسه؟ هذه الإي ملفوظة لو ما ملفوظة؟ غير ملفوظة، إذا غير ملفوظة نقولها مع السلامة نحذفها والنتيجة راح تكون making بدون حرف الإي. نجي إلى الملاحظة الثانية وهي إنه إذا كان حرف الإي ملفوظ، إذا كان حرف الإي ملفوظ لا يحذف، وعندنا مثالين، عندنا مثلا الفعل سي اللي معناه يرى. الفعل سي هنا نلاحظ انه حرف الاي ملفوظ، حرف الاي ملفوظ فعند اضافه الاي ان جي لا يحذف، النتيجه راح تكون سينج بدون حذف حرف الاي. كذلك الفعل بي عند اضافه الاي ان جي لا يحذف، النتيجه راح تكون بينج بدون حذف حرف الاي. اذا إذا كان حرف الإي غير ملفوظ يحذف ونضيف آي إن جي، إذا كان حرف الإي ملفوظ لا يحذف وإنما نضيف آي إن جي مباشرة. الملاحظة اللي بعدها وهي إذا كان الفعل متكون من مقطع واحد منتهي بحرف صحيح واحد، فعل منتهي بحرف صحيح واحد قبل حرف علة واحد، حرف صحيح واحد قبل حرف علة واحد، واحد زائد واحد راح يصير اثنين، يعني نكرر الحرف الأخير ونضيف الآي إن جي. مثلا عدنا الفعل stop منتهي بحرف واحد صحيح قبل حرف واحد علة، إذا راح نكرر حرف البي ونضيف آي إن جي. الملاحظة اللي بعدها، إذا كان الفعل منتهي بحرف واي هنا ما يصير أي تغيير، حرف الواي يبقى كما هو ونضيف الآي إن جي مباشرة. مثلا عندنا الفعل study من نريد نضيف للآي إن جي عند إضافة الآي إن جي تتم بدون أي تغيير studying. ما عدا هذه الملاحظات راح نضيف الاي ان جي مباشرة، لكن ننتبه لهذه الافعال الثلاثة وهي
إذا كان الفعل منتهي بحرف IE عند إضافة الآي إن جي، هذه الآي إي تقلب إلى واي. الفعل المنتهي بآي إي عند إضافة الآي إن جي، الآي إي تقلب إلى واي ثم نضيف الآي إن جي. مثلا عندنا الفعل داي عند إضافة الآي إن جي راح يكون داينج. عندنا الفعل تاي عند إضافة الآي إن جي راح يكون تاينج. سوينا هذه الآي إي حولناها إلى واي، هذه الآي إي كذلك حولناها إلى واي، كذلك الفعل لاي لاين حولنا الآي إي إلى واي وضفنا الآي إن جي. هذه الإضافات أو المقدمات لموضوعنا الأساسي اللي هو الكونجنكشن ووردز. نبدأ الآن بموضوعنا اللي هو أدوات الربط اللي هو الكونجنكشن ووردز. الكلام السابق كله هو مقدمات لموضوع أدوات الربط. أدوات الربط مثل ما قلنا بداية المحاضرة قسمناها إلى مجموعتين، الآن راح نتكلم عن المجموعة الأولى اللي تحتوي على أداة الربط وين وأداة الربط and. كلمة وين معناها عندما، كلمة and معناها وين. الوين مثل ما نعرف ما تجينا بداية الجملة، فقط راح تكون وسط الجملة. فإذا القاعدة الأولى عندما تكون عندنا الوين بداية الجملة، الزمن بعدها مباشرة راح يكون past simple ماضي بسيط. الزمن الآخر راح يكون past continuous اللي هو الماضي هذا المستمر، وهنا عندنا الماضي البسيط. زين، هل ممكن هذه الأداة تجينا in the middle of the sentence؟ الجواب نعم، هذه الوين وكذلك الأند ممكن تجينا وسط الجملة. فإذا أجت بوسط الجملة يبقى بعدها past simple، يبقى بعدها الماضي البسيط، وبالبداية الزمن ايش راح يكون؟ راح يكون past continuous اللي هو الماضي المستمر. زين، مراجعة سريعة للأزمنة اللي قبل شوية شرحناها. قلنا past simple إضافة ed أو شاذ. past continuous راح يكون عندنا was where الفيرب with ing. أعلمكم طريقة حتى تضبط هذا الموضوع، حتى لا تخلط بين هذه المجموعة والمجموعة الأخرى. ننتبه، عندنا هذه أداة الربط وين؟ إيش تحتوينا؟ تحتوينا على حرف الـ E. أداة الربط الثانية and تحتوينا على حرف الـ D. إيش صار عندنا؟ E D. إذن بعد أداة الربط وين وأداة الربط and راح يكون past simple اللي هو إضافة ed أو didn't، يعني موجود حرف الd. فهذه الملاحظة تنتبه لها، ما أعتقد أحد ذاكرها لك سابقا. بعد الوين والand past simple ماضي بسيط، حتى لا تنسى الماضي البسيط إضافة ed والوين تحتوي e الand تحتوي d. إذن ضبطنا الموضوع. فإذا بعد الـ E والـ D نستخدم past simple اللي هو الماضي البسيط. ناخذ مثال على هذه القاعدة. بالوزاري أحيانا ينطينا واحد من الأفعال مجهول ويطلب على أساسه تصحيح الثاني، أو ينطينا الفعلين مجهولة. إحنا إذا ضبطنا القاعدة فما راح يصير مشكلة، سواء فعل واحد أو فعلين إحنا مسيطرين على الأمور. When I arrive, they prepare the meeting. عندما وصلت كانوا يتهيئون للاجتماع. منطوق السؤال بهذا الموضوع راح يقول لنا correct، يطلب من عندنا correct the verb. Correct the verb اللي معناه صحح الفعل. أول شغلة نسويها وهي تحديد مكان الأداة. هسه بهذه الجملة عندنا أداة الربط وين؟
مكانها بالبداية. إذن الوين شنو الزمن اللي يجينا بعدها مباشرة؟ هو ماضي بسيط. إذن الفعل arrive راح نحوله إلى ماضي بسيط. ننتبه بهذا الموضوع، ما دام المطلوب من عندنا فقط correct the verb، إذن ماكو داعي نعيد كتابة الجملة كاملة، فقط راح يكون جوابنا تصحيح الفعل اللي بين القوسين. إذن الفعل arrive هنا المطلوب من عندنا نحوله إلى past simple ماضي بسيط. الفعل arrive من الأفعال الشاذة، إذن العفو من الأفعال القياسية، إذن جوابنا راح يكون فقط إضافة D للفعل. فعل قياسي منتهي بـ E، إذن جوابنا فقط إضافة D. إذن بما أنه الجزء الأول حليناه past simple ماضي بسيط، إذن الجزء الثاني راح يكون past continuous. السبجكت الفاعل عندنا they، إذن الفعل المساعد المستخدم هو where. الفعل prepare منتهي بحرف E غير ملفوظ، إذن راح نحذف حرف الـ E ونضيف ING، فالجواب راح يكون where preparing. صارت جملتنا بعد الحل when I arrived they were preparing the meeting. هذه القاعدة الأولى اللي هي أداة الربط when والand. ننتقل إلى القاعدة الثانية وهي أداة الربط while والas. الwhile والas اثنينهم ممكن تجينا at the beginning of the sentence، ممكن تجي بداية الجملة. في حالة انه اجتنا بداية الجملة الزمن بعدها مباشرة ايش راح يكون؟ راح يكون past continuous اللي هو الماضي المستمر. الفعل الثاني راح يكون past simple اللي هو الماضي البسيط. فننتبه انه هذه القاعدة عكس القاعدة الأولى. زين، ممكن تجينا هذه أدوات الربط بالوسط؟ الجواب نعم، ممكن تجينا الـ while والـ as at the middle of the sentence وسط الجملة، وبهذه الحالة يبقى بعدها الزمن past continuous وبالبداية راح يكون عندنا الـ past simple اللي هو البسيط. الـ simple ما ننسى، الـ simple هو البسيط والـ continuous هو المستمر. زين، احنا شرحنا هذا الموضوع قبل شوية الـ past simple والـ past continuous. نرجع نستذكر الإضافات. الـ past continuous قلنا قاعدته was where there with ing، هنا قلنا الايدي او الشاذ. زين، حتى نضبط الموضوع وما نخلطه ويا المجموعه الاولى ننتبه للكلمات اللي عندنا. عندنا الوايل تحتوي على اي، اذا الاضافه بعدها ايش راح تكون؟ راح تكون ing. صار عندنا وايل تحتوي على حرف الاي بعدها اضافه was where ing I بI. أما المجموعة الأولى كان عندنا وين تحتوي على E، إذن الإضافة بعدها ED. هيجي حتى لا نخلط بين الموضوعين. فإذا نأخذ مثال على هذه القاعدة. While I cook the meal my children come from school. ايضا منطوق السؤال بين قوسين راح يطلب من عندنا correct the verb، صحح الفعل. اذا المطلوب من عندنا صحح الفعل، اول شغله نسويها تحديد مكان الأداة. هنا وين اجتنا الأداة؟ at the beginning of the sentence بداية الجملة. إذن
ايش راح يكون عندنا الزمن بعدها مباشره؟ وايل ام الاي. اذا راح يكون عندنا اضافه اي ان جي، لكن قبل اضافه الاي ان جي لازم نخلي فعل مساعد مناسب الحرف الضمير اي. اذا هنا الجواب راح يكون واز. والفعل كوك نضيف له ing، لأن بعد الأداة while راح يكون الزمن بعدها past continuous was وإضافة ing. أما الجزء الثاني من الجملة، هذا الفعل come راح نحوله إلى ماضي بسيط. الفعل come فعل شاذ، إذا الماضي مالته راح يكون came. هذا شرح موضوع أدوات الربط. إذا when و and يجي لنا بعدها مباشرة ماضي بسيط، while و as يجي لنا بعدها مباشرة ماضي مستمر. ننتقل الآن إلى بعض الأسئلة أو النماذج اللي ممكن تجينا بالامتحان. نجي هنا، هذه مجموعة جمل طبعا ما وردت بالوزارة غير مرة واحدة سنة 2016، جاب جملتين وطلب يربط الجملتين بأداة ربط، لكن بما انه مره اجت بالوزاره فوارد انه تتكرر مره ثانيه. نجي نشوف هذا النموذج. She listened to the music, the doorbell rang. كانت تستمع الموسيقى ورن جرس البيت. اذا هنا مطلوب من عندنا join with while. join معناها اربط، تمام؟ نربط الجملتين باستخدام اداه الربط while. فهنا أول خطوة نسويها لازم نحدد من الزمن الأول. الزمن الأول هو الزمن الأطول اللي صار بالبداية. اللي صار بالبداية هو اللي راح يكون past continuous، ماضي مستمر. إذا she listened to the music، كانت تسمع موسيقى. The doorbell rang، رن جرس البيت. بهذه الجملتين يا جملة هي اللي صارت أول واستغرقت وقت أطول، راح يكون جوابنا الجملة الأولى. هذه راح تكون الجملة الأولى اللي هي الحدث الأطول. زين، الحدث الأطول قلنا قبل شوية راح يكون بيا زمن، راح يكون بزمن past continuous. إذن الحدث الأطول راح نحوله ماضي مستمر، الحدث الثاني يبقى simple كما هو، نستخدم أداة الربط. فالجواب راح يكون while الأداة المطلوبة she. هسه هنا عندنا هذا الفعل ماضي بسيط، احنا لازم نحوله الى ماضي مستمر. فاذا الشي راح نستخدم وياها was، والفعل listen راح نضيف له ing. while she was listening to music، حنخلي فارز الفعل الثاني أو الجملة الثانية راح تنزل كما هي. The door bell rang. ننتبه للفعل listen. هذا الفعل listen فعل شاذ، يعني بإضافة الإيدي لا يكرر. الفعل listen والفعل open أفعال شاذة عن قاعدة الإضافة. الفعل listen والفعل open شاذة عن قاعدة الإضافة، يعني ما راح نكرر حرف الان عند إضافة الإي دي أو عند إضافة الآي إن جي. ننتقل إلى الجملة الثانية. He walked in the street، كان يمشي بالشارع. He met his uncle، والتقى بعمه أو خاله. يطلب من عندنا أيضا join with while، نربط الجملة باستخدام أداة الربط while. زين، ننتبه أول شغلة نسويها تحديد الجملة الأولى أو الحدث الأطول. الحدث الأول يقولنا he walked in the street، كان يمشي بالشارع، أكيد هو استغرق فترة أطول من ما أنه التقى بهذا الشخص الثاني اللي هو his uncle. إذن walked in the street هذا الحدث الأول اللي راح نحوله إلى continuous مستمر. الحدث الثاني يبقى simple كما هو. فجوابنا لهذا النموذج راح يكون while he was walking
while he was walking تكملة الجملة فارزة الجملة الثانية تنزل كما هي he met his uncle ننتقل إلى الجملة اللي بعدها أيضا يعطينا جملتين بالماضي البسيط ويطلب من عدنا join with us يطلب من عدنا نربط الجملتين بأداة ربط مناسبة هنا عدنا I watched TV My friend arrived من الفترة الأطول مشاهدة التلفزيون هو دا يتفرج على التلفزيون لو إجا صديقة أكيد الجملة الأولى هي الأطول فهي اللي راح نحولها continuous ماضي مستمر إذن جوابنا راح يكون As I was watching TV comma my friend arrived النموذج اللي بعده I cleaned my room I found some money ايضا الجملتين نعطينا اياهم بزمن الماضي البسيط past simple ويطلب نستخدم أداة الربط and فإذا أول شغلة نسويها تحديد الزمن الأول أو الحدث الأطول من اللي استغرق وقت أطول أنا أنظف الغرفة لو وجدت بعض المال أكيد الجملة الأولى هي الأطول فهذه راح تصير continuous مستمر فإذا الحل راح يكون I was cleaning I was cleaning my room نخلي الأداة المطلوبة اللي هي and الجملة الثانية تنزل كما هي I found some money الجملة الأخيرة وهي هذه أيضا ننتبه لها كل زين هذه الجملة ممكن انه تورد بسؤال الوزاري لان نخلي بالنا بعد اسئلة الوزاري راح يتحدث نمطها فما نحل فقط على النموذج السابق الامثلة الوزارية السابقة وانما نتوسع بالاحتمالات الاخرى حتى لا تضيع علينا الدرجة فعدنا What you do when I found you هنا يطلب من عدنا فقط correct the verb هذه الصيغة ننتبه ايش نعطينا بالبداية أداة استفهام الأداة اللي موجودة أداة الربط الموجودة هي الوين فالزمن اللي بعد الوين مثل ما اتفقنا وشرحنا قبل شوية past simple وهذا موجود إضافة الED past simple زين معناها الحدث الأول ايش راح يكون راح يكون past continuous ماضي مستمر إذن ننتبه انه صيغة استفهام فاذا قبل اليو راح يصير جوابنا هنا What were you doing خلينا الوير الفعل المساعد بالبداية لان الجملة بحالة question فيصير جوابنا What were you doing هذه النماذج الجديدة اللي ممكن تورد بالوزاري ننتقل الان الى تمرين الكتاب تمرين الكتاب هذا موجود عندنا page 5 بالactivity book هذه الجمل اللي موجودة بهذا التمرين كلها وزارية كلها وزارية بيا سؤال تجينا بquestion 2A سؤال الثاني A زين هذا الموضوع ايش قد عليه بالوزاري عليه 2 marks عليه درجتين المطلوب Put one verb in the past continuous ضع أحد الأفعال بالماضي المستمر and the second one with past simple فعل راح يكون حله بالماضي البسيط وفعل راح يكون حله بالماضي المستمر نجي للجملة الأولى I think about you and then you ring me عندنا أداة الربط الموجودة and إذن الفعل اللي يجينا قبل الآن لازم يكون مستمر continuous فهنا الجواب راح يكون was thinking أما الجملة الثانية اللي بعد الآن راح تكون simple إذن الماضي البسيط من الرينج هو rang ننتبه رينج المضارع الماضي من عدها rang
الاي راح تتحول الى اي. الجمله اللي بعدها وايل الاداه نعطينا اياها بالبدايه علي هذا شاور somebody knocked at the front door. اذا الفعل اللي بعد الوايل مباشره مستمر، الفاعل علي مفرد، اذا الجواب راح يكون was having. الجمله الثانيه knock راح تكون past simple، هذا فعل قياسي، اذا الماضي من عنده راح يكون اضافه الايدي. الجمله اللي بعدها I clean my room and I find 30,000 euro under my bed. هنا الجمله اللي قبل الان راح تكون بزمن past continuous، اذا هنا الجواب راح يكون was cleaning. الجمله الثانيه ايش راح تكون؟ بزمن past simple، الفايند فعل شاذ، الماضي من عنده found. اذا find مضارع، الماضي من عنده found فعل شاذ، هذا فعل مهم. الجمله الاخيره luckily شريف not arrived، شريفه not arrived the drive very fast when the child run into the road. اداه الربط الموجوده هي اداه الربط when. الزمن اللي يجينا قبلها لازم يكون مستمر، اذا هنا الجواب راح يكون was driving. راح نحذف حرف الاي ونضيف الاي ان جي. الجزء الثاني راح يكون past simple، هذا فعل شاذ، اذا الرن راح تصير ران بالاي. اذا الفعل ران فعل شاذ، المضارع من عنده ران ار يو ان، الماضي راح يكون ار اي ان. الجملة الخامسة A thief take our clothes while we swim. أداة الربط while اجتنا وسط الجملة، إذا قبلها الفعل take راح يكون جوابه took لأن فعل شاذ. الفعل we swim راح يكون جوابنا where swimming، إذا السويم منتهية بواحد صحيح قبل واحد علة، إذا الجواب راح نكرر حرف الام ونضيف الاي ان جي. الجملة اللي بعدها she tell us to be quiet as we make too much noise. عندنا الاز موجودة بالوسط، إذا الزمن قبلها راح يكون ماضي بسيط. التل الماضي من عندها تول، التل فعل شاذ، الماضي يكون تول تي او ال دي. الفعل الآخر راح يكون مستمر، إذا الفاعل عندنا وي، فجوابنا راح يكون وير. فعل ميك منتهية بحرف إي غير ملفوظ راح نحذفها ونضيف أي إن جي. الجملة اللي بعدها عندنا أداة الربط وايل، إذا قبل الوايل راح يكون باس سمبل. الفعل هاي هذا فعل شاذ، الماضي من عنده راح يكون هيد بحذف حرف الاي. اما اللي بعد الوايل راح يكون مستمر continuous. ننتبه هنا نعطينا نوت ويا الفعل، اذا شنو نوع الجمله لازم نسويها؟ لازم تكون جمله منفيه، فالجواب هنا راح يكون while I wasn't looking. الجمله الاخيره بهذا التمرين As she carry the shopping from the car. عندنا أداة الربط as. إذا الزمن اللي بعد الأز مباشرة راح يكون past simple. فهنا جواب الفعل الأول راح يكون was carrying. أما الفعل الثاني إيش راح يكون؟ past simple. ننتبه لهذا المثال كل الزين. هذا المثال اجى بالوزاري والطلاب شوية خربطوا واحتاروا بي، انتبهوا وياي. نقرأ الجملة للأخير As she was carrying the shopping from the car my grandmother slipped and broke her ankle. بينما جدتي بيبيتي تشيل المسواق من السيارة زحلقت وقعت وانكسر كاحلها. هنا ننتبه أداة الربط اللي موجودة بداية الجملة as اعتمدنا عليها بالحل وحلينا الفعل بعدها مستمر.
إذن الفعل الثاني هذا سليب إيش راح يكون؟ راح يكون ماضي بسيط، فعل قياسي منتهي بواحد صحيح. إذن كررنا حرف البي وضفنا إيدي. زين، لحد هذا الفعل الثاني بيا زمن راح يكون؟ ننتبه إنه هذه الأداة أند بين الفعلين هذه نسميها غير عاملة. ليش غير عاملة؟ أولاً لأن ربطتنا فعلياً اثنيناتهم صاروا بنفس الوقت، وقعت وانكسر كاحلها، إذا ماكو فارق زمني. احنا موضوعنا لازم اكو فارق زمني، فإذا هنا بما انه ماكو فارق زمني بين الوقوع اللي هو سليب او تزحلق والبريك اللي هو الكسر، اثنينهم صاروا نفس الوقت، فلذلك الفعلين راح نحلهم بنفس الزمن بالاعتماد على قاعدة الأز. إذا هنا الفعل بريك جوابه راح يكون بروك. ينتهي هذا التمرين. التمرين اللي بعده اللي موجود بيج 6، هذا التمرين مو من التمارين اللي واردة بالوزاري. ليش؟ لأن ينطينا جزء من الجملة ويقول لنا أنت كمل الجواب الثاني، فهذا النمط ما يجي لنا بالوزاري لأن ما راح يكون به جواب محدد. أبو الوزاري ما يعترف with your opinion، ما يعترف برأيك أو your own answer بإجابتك، لازم يكون عندنا جواب نموذجي بمركز الفحص. فهذا النمط ما يجي لنا بالامتحان إلا إذا ينطينا بعد فعل ويقول لنا correct the verb. فبهذا التمرين راح ننهي موضوع الوين والوايل والأز والأند اللي هو الconjunction words. ينتهي هذا الموضوع.